ودي كمان تعتبر افضل مساعده منزليه بتطبخ 10000 طبق. يلا يا زوي هنمشي. اللغه ولكس وبتهتم بالواجبات المنزليه من ابتدائي للمرحله الجامعيه. واو حبيبي شكلها هيجنن، دي بالظبط اللي محتاجينها. انت قلت بكام؟ وعلى فكره احنا دلوقتي عارضين المجموعه بشكل خاص ب 7999 دولار من غير فوائد والمده 48 شهر وضمان على قطع الغيار وكفاءه العمل. ماشي سباكه زراعه ونجاره كمان. بالليل وبالليل بقى بيقدر يتحول لوضع المراقبه ويتصل بالطوارئ في حاله حدوث اي حاجه. اوه اي جيت اغلى شويه. انا مش عاجبني البياع ده. مش هدفع. قاعدة تشغيلها كانت صعبة جدا. حالتها كانت سيئة. هو ايه اللي حصل كمان مرة؟ عربية خبطتها. حادثة غبية. فهمت. على كل بقت كويسة دلوقتي. بس ساعدنا زبطها. يعني عربية خبطتها. اتمنى ما تمنعش. مش مشكلة. تمام. اخترت لها اسم؟ بنتي اختارتها. بيكس 400 سجلي اسمك. كارا. والله ما كان عندك. انا اسمي كارا. والله ما كان عندك بنت. انت تبغي تاخذ هذه المسكينه تسوي فيها شوكو شوكو. يا اخي من ايام هيفي رين كل شيء ممتاز في هذا الاستوديو من ناحيه جرافيكس الا السيارات. ترى في وات في اللعبه يعني. او نو كان فيها شوكو شوكو بس انا اخذت العربيه فاتنا. يلا ما في مشكله. جي جي بعدين العب العرب بعدين العب النسخه الثانيه الحالي انا. اذهب الى متجر رسومات بيلينيلي. اتصال. تم التحقق من الهوية. تم التحقق من الهوية. رقم طلبك 847. ثمنه 64 دولار. من فضلك أكد الدفع. ما عندي 64 دولار. مدفع يلا ما عليه. ما أبغي أدفع. الدفع اتأكد. دفع كده وات. لقد تم التحويل. اوكي تمثيل متفاوت بالضبط مو كلهم كويسين. لا تحط لي كاميرا واحدة. عليكم السلام ولكم زياد. مين اللي بيسرق شغلك يا الغالي؟ عندنا عائلتنا أكلها والأندرويد. أح رايح على فين يا حقير؟ لا يا محترم ما كان قصدي أجي هنا. أنا كنت جاي أبغى أتفرج. شباب بصوا هنا واحد من الزبالة دول. أفا بصوا للقذر ده. أنت سرقت شغلنا بس مش قادر تدافع عن نفسك. قوم قوم قوم. انا هضرب ضرب غبي. ايوه خربوها دلوقتي. تمام كده كفايه لازم تسيبه. يلا بينا نعلمه درس. تعلم درس مين؟ بوظته هتدفع ثمنه. هياخدوا شغلك بعد كده. هتاخد اللي تستاهل. تمام يلا اتحركوا. اتحركوا. عليكم السلام ولكم سعود علينا.
ترى حرفيا في اثنين بس في تويتش، لانه انا مسوي حساب زياده وجالس اتابع بالجوال الثالث. يعني جالسين ننزل، العدد جالس ينزل كالعاده. اليوتيوب جالس يقتلني ويقتل تويتش ويقتل كل الناس. اوه حاطين لهم مكان خاص فيهم. بيني وبينك انا ممكن افهم هذا الشيء، يعني هم ما يتعبوا، عادي ان هم يظلوا واقفين، ما فيها مسألة لا حقوق ولا ما مش حقوق. يعني اول مرة العبها يا سعود. نوفمبر 2038 قريبة، يعني اذا وصلنا وما صار فيه اندرويدز كذا يعني كذابين. حبيبي فهد ما تقصر والله، اذا نتك ما يساعد خليك موجود في اليوتيوب، اذا نتك ما يساعد خليك موجود في اليوتيوب. وكذا يسحب عليها. أنا مضيع. تخيل أول مرة تأخذها هذه. حاجي استنى شوية. تخيل أول مرة تأخذها هذه مرافقة تود وتشوفها كذا فتحت الباب ولفت للجهة الثانية على طول رجعها الوكالة. لما بعدتي لمدة أسبوعين البيت بقى فوضى. أنت بتعملي شغل البيت، الغسيل، الأكل، وبتهتمي إيه القرف ده؟ راحت فين البنت دلوقتي؟ أليس بنت. ها حس تصريفة. هذه لقيتك. اوكي دي أليس، اهتمي بيها وبواجباتها وكل شيء، فهمتي؟ ايوه يا تود. ابدأي هنا وبعدين كملي فوق. لا مش تود، ايوه يا فندم المفروض. هذه يعني هذه اللي كتب هنا، اللي كتب علق كان مخه ماشي بالمصري وقف هنا، يعني اللي كان يترجم هنا. ايوه يا فندم اوضح من كذا مفيش. لا حد يحرق، اي واحد يحرق راح يطير. سوري. ايوه يا باشا، ايوه يا شي، صراحه لازم يشوف لهم حل. اللي هنا كان يفكر بالمصري طول الوقت وقف مخه هنا، يعني قال ايوه يا تود. ايوه يا فندم اوضح من كذا مفيش يا عم. ايوه يا ريس كل شيء يمشي. مهام عاجله مهام اختياريه، تشغيل المكنسه وتفقد الفئه. اوكي خلينا نسوي خلينا نسوي المهام الاختياريه. دي ماتت؟ لا ما تقولش كده. يمكن ده يعتمد عليك. هذه الكراتين عاد ما تدخل. تمام. كراتين البيتزا هذه ما ممكن تدخل. ممكن اجيبها. لا تسلكوا. تمام هجيبها بكره. ثقب اسود هذا والله حجم الزباله هذه يعني. هو كيس اسود للزباله صار ثقب اسود يا اخي، دخل فيه كل شيء. Application rejected finance credit card. اوكي عليه فواتير وعليه بطايق ما سدد عليها انا مضيع. اوه اقدر انحاش؟ اقدر انحاش؟ قفلوا علي. حرام عليك. حرام على ايش؟ على اي اساس؟ بتبصي علي؟ اشاهد. اخرجي من هنا.
اتفضلي اخرجي من هنا. هرجع للشغل. ما يبغيني حتى اشاهد. كارا. ايوه يا تود. هاتيلي بيرة. حالا. تبغى بيرة. يا خبر. ايش كنا نسوي بعد تفقد الفناء قالت صح؟ اركع. لا عاد مو كذا. كيف المدرسة؟ مش رايحة المدرسة النهاردة؟ دي لعبة حلوة اللي عندك. شكلك زهقانة. تحبي تلعبي لعبة؟ تحبي تلعب. أليس محايدة. كان المفروض ما أسأل عن المدرسة يا أخي. ما يسألوا عن الدوام أول شيء. ما يسألوا عن الدوام. كم مرة أقول لك أنا؟ إعادة غسل الملابس. ما تسأل عن الدوام. العقل ما في. شفت الغسالة اللي برا؟ كان في غسالة برا. كان في غسالة برا. أنا كنت مفكرها خربانة. إيش هذا؟ حشيش؟ نوع من المخدرات؟ مخدرات. مش صح تلعبي في حاجتي يا ابني. ما كان قصدي. انا اسفه يا دور. ابعدي احسن لك عن حاجتي. الا لو عايزه تعصبيني. عايزه تعصبيني؟ لا يا دور. الوسخ هذا اللي مخلص فلوسه. مديون هذا اللي مخلص فلوسه. المخدرات. ترتيب غرفة تود. رتب السرير لتنظيف الفورة. تهوية الغرفة. أول شيء تهوية الغرفة. افتحي النافذة. واضح من شكله ان المكان ريحته حلوه. فواتير فواتير في كل مكان. الله عليكم يا محترمين. الله عليكم يا متابعين تويتش الاساطير. ايش يعني هذا؟ ما انتبهت له انا. ايش يعني ما انتبهت؟ احد يسوي كليب؟ شارك. ديترويت كريمزون شاركس. انا كنت بقول لكم انه انا موجود في اللعبة يعني، بس ما حبيت اخرب عليكم المفاجأة. بعدين تيجي تقول يا مرة فكيني وانت تقول شو اسمه ذا. خلصنا صح؟ خلي بالك. ايش اللي خلي بالك الوسخ؟ اوكي. اهم شيء هو صوته كانه سحب السيفون. اوكي كويس ما طلعوا لنا شيء. اوكي. انا عاوز ارتب اوضتي. انا محتاجه دقيقتين. ممكن يا أليس؟ ممكن يا أليس؟
إيش جالسة تسوي يا أليس؟ أليس في بلاد العجائب بالتأكيد. بالتأكيد هذه مش حلوة، مش الكلمة المناسبة. مفروض أيوة كده يا أليس. تهوية الغرفة، أوكي. هذه الحركة أحس فيها نحشة أنا. تحدث إلى أليس، أوكي. اركع بلطف. دبلوماسية، أي دبلوماسية الطفلة بلطف. متأكدة أننا كنا أصحاب قبل ما يصلحوني، بس ممكن نبقى أصحاب تاني. باباكي قال لي انك اخترتي اسمي كارا، اسم جميل. اخترتيه ازاي؟ لا لا تسال عن الام اهتمامات. انت بتحبي تعملي ايه؟ كلميني عن نفسك، بتحبي تعملي ايه؟ بتروحي فين؟ بتحبي تعملي ايه؟ شوفوا فاهمين هنا، ده هيساعدني جدا. انت هاديه جدا، يا ريت ما كنتش خوفتك. شكلها شوف اول كولت كفو. شكلها طبت على ابوها وهو جالس يغتصب. هذه اي كولد ات. فتح تعليمات جديدة. سؤال تود غريبة بالعربي. يب اللعبة بالعربي ببلاش ترى في الستور. اللي يبغاها يقدر يحملها ببلاش في الستور، اللعبة كاملة معها إضافاتها بعد. هذه حقت الحظ. هذا تود قبل ما يصير كذا يعني، هذه أمها. بس هذه شقرة البنت الصغيرة. هذه البنت لون شعرها كان إيش؟ أسود؟ ما انتبهت لردك قبل ما أقولها يا يوسف، سوري. أوه طلع منها دم، مسكينة شكله ضربها الوسخ. أو الأندرويد ضربهم؟ أوهو أنا قايل لكم حست بخطر. كم ساعة؟ وتحمل يعني؟ عادي جيبوا جهازكم عندي أحملها أنا. ما تطول، أخذت عندي ساعة ونص أنا. اللعبة. بتعملي إيه؟ تبتعملي إيه؟ أنا بلعب. بتلعبي؟ أنا عارف تفكيرك. أنا عارف صوتك. فكر أبوكي حقير. إيه أنت حقير. فاشل حقير، ولا بيشتغل ولا بيحمي عيلته. هو انت مش شايفه ان انا حاولت انجح؟ سكران. ومع ذلك بيجي حد بعد كده ويبوظ لي كل ده.
أنا عارف رأيك فيا. أنت بتكرهيني. بتكرهيني مش كده؟ قوليها بتكرهيني. يا ربي أنا بعمل إيه؟ أنا آسف يا حبيبتي، أنا آسف، أنا آسف. عارفة إني بحبك مش كده؟ عارفة ده؟ يا أنه باي بولر يا أنه في عنده مشكلة نفسية يعني. Secrets. Holy moly! فتحت هذه، فتحت هذا كله أنا.